نروح لنجم النادي الاهلي السابق طبعا ومنتخب مصر، مدير الفني الكبير كابتن محمد يوسف، ونشوف رايه النهارده في المباراه ونناقشه كده في بعض الحاجات اللي انا قلتها. كابتن يوسف ازاي حضرتك؟ حبيبي كريم، ازيك؟ ازاي صحتك؟ الله يخليك كابتن يوسف، مبروك النهارده للاهلي. الله يبارك فيك. مبروك للاهلي وجمهوره والجهاز الفني طبعا ومجلس الاداره واللعيبه، بدايه مشوار طبعا كبير ان شاء الله، يكلل كده بالبطوله ان شاء الله في مايو القادم ان شاء الله. انا قلت حاجه كده ويعني ما كانش عندي معلومه، يعني قلت دايما ايه، ما تستفزش الاهلي. يعني انت كان في تصريحات للمدير الفني النادي ميدياما والرئيس النادي، قال لك احنا هنيجي نكسب الاهلي في القاهره، فرقتنا مستعده واحنا عاملين فرقه قويه ومش عارف. فقلت دايما انا حتى لما كنت بمسك مدير كوره في البنك الاهلي ورايح العب الاهلي، ما استفزش الاهلي ابدا. يعني تقول طبعا التصريحات يا كريم اللي قبل المباراه دي جزء من شغل المدير الفني، والمديرين الفنيين الاذكياء انه بيعمل تصريحات متوازنه، وده جيم كل المديرين الفنيين بيبقوا عارفينه كويس قوي. يعني اللي بيقرا في علم النفس عارف كويس قوي ان التصريحات دي ممكن تيجي بعامل ايجابي في مصلحته او بعامل سلبي عليه، ان انت تحفز الفرقه اللي قصادك. فانت بتقول ايه او بتحط ضغوط على الفرقه ازاي، او بتشجع فرقتك ازاي، بتدي الثقه لفرقتك ازاي. فدي طبعا في ناس بتطلع تهبد وتخبط اي تصريحات وخلاص، وفي ناس لا، بتبقى الموضوع ده يعني متذاكر كويس قوي، عشان ده يعني مهم جدا حته التصريحات والمؤتمر اللي بيتعمل قبل المباراه واللي بعد المباراه كمان. بالظبط، ان انا يعني الراجل حتى علقت يوم الاربعاء هنا في البرنامج على تصريحات مدرب ميدياما الغاني ورئيس النادي، قال لك احنا هنيجي نكسب الاهلي وعندنا القدره وفرقتنا كذا. فانا حتى قلت يعني ساعتها متعودين على التصريحات دي من المدربين الفرق الافريقيه يعني، وقلت حتى ميدياما فريق ميدياما فريق طبعا في غانا، بس بالنسبه للخريطه الافريقيه هو فريق متواضع يعني قوي، بس في نفس الوقت برضو معاه مدرب يعني اللي هو ايفانز ادوتي. يعني الراجل اللي هو ايفانز ادوتي ده راجل عنده 60 سنه يعني، يعتبر تقريبا او 59 سنه، يعتبر عنده خبرات يعني. ايوه، انا شايف تصريحاته ما كانتش في محلها يعني. طيب عايز اكلمك فنيا على الماتش يا كابتن يوسف، يعني شفت فوز الاهلي ازاي؟ ضياع الفرص الكتيره من النادي الاهلي خصوصا في الشوط الاول، ثلاث فرص سهله جدا، ودي عاده بقت موجوده في النادي الاهلي. الفوز متاخر النهارده في الدقيقه 66 يمكن بعد ما نزل قفشه وبيرسي تاو، قول لي الاسباب من وجهه نظرك. بص هقول لك على حاجه، يعني خلينا نعمل نظره عامه كده. هو كولر ادى فريق ميدياما شويه، او كان نتيجه الحاله السابقه بتاعه الاهلي الفتره اللي فاتت قبل التوقف الدولي، فكانت عامله نوع من القلق شويه عند كولر، وبالتالي لعب. هي اللعبه كلها فينا كريم، اللعبه كلها في وسط الملعب، ولما غير في وسط الملعب الميزان بتاع وسط، بص هي بالظبط، هو حط اليو ديانج ومروان وبعدين امام عاشور، الثلاثه شويه يعني انا وجهه نظري مع ميدياما صعب يعني. ممكن ترجي ماشي، مع الوداد ماشي، مع يعني انت فاهم قصدي، العمليه مش محتاجه قوي، احترم قوي فريق ميدياما يعني في نص الملعب وقفل نص الملعب يعني. اللعبه كلها في وسط الملعب. هو عمل ايه؟ راح مطلع مطلع اليو ديانج ونزل قفشه، بقى امام وقفشه واقف لهم مروان عطيه. ايوه، فبقت رجلك لقدام، صح، قلبها تقريبا 4-1-4-1، بقت واقف اربعه قدامهم مروان عطيه، وبعدين الاربعه اللي فوق اللي هو بيرسي تاو مع قفشه مع امام عاشور، وفي الشمال حسين الشحات، وبقى قدام مين؟ قدام كهربا. من النزول بالظبط يعني، انت لو لاحظت او كنت يعني بتتفرج على الماتش، الدقيقه 61 راح مغير التغييره بتاع بيرسي تاو وقفشه، مفيش بعدها على طول، راح ثلاث دقائق جون الاهلي احرز الاهداف بتاعته في الدقيقه 66 يعني، صح، تقريبا بعدها بخمس دقائق. فالتغييره دي هي اللي عملت الكثافه الهجوميه وعملت الحلول، قلبت الطريقه ل 4-1-4-1، ودي مناسبه جدا ان يبقى عندك هولدنج ميد فيلد، او عندك اللي هو الراجل الكاتر اللي واقف قدام الديفنس كفايه او مروان عطيه، والباقي بيشتغل على قدام، خصوصا ان انت مع محمد هاني وكريم الدبيس، مش يعني محمد هاني بيطلع وعمل كام عرضيه النهارده، وكان صراحه
في كثافه هجوميه. كريم برضو لسه ورجله مش واخداه زي علي معلول. علي معلول عنده خبرات وبيطلع وبيكمل وبيعمل باك باس وبيعمل عرضيات، فانت شويه محتاج كثافه هجوميه تعوض وتحطك في الثلث الدفاعي بتاع ميديام. موضوع تضييع الفرص السهله كابتن، يعني شفنا كورتين ثلاثه في الشوط الاول كور جوه السكس يارده وبتضيع، يعني ودي بقت موجوده في الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، فرص سهله كتير بتضيع، ايه اسبابها وتتعالج ازاي؟ هتندم عليها النهارده لو انت ما احرزتش الثلاث اهداف دي الشوط الثاني. بالظبط. لان عاده انت لما بتضيع كتير بتستقبل او بتقفل معاك يعني. هو بص الفرص الضايعه يعني الكره اللي الشوط الاولاني بتاعت كهربا خبطت في العارضه وردت له، انا احساس ان هو فوجئ بيها. ايوه. هو اتفاجئ بيها فراح حاطط فيها دماغه وراح حاططها تاني، ايه؟ حاططها تاني في العارضه. بس يعني انا بقول ان ما حدش عايز يضيع، يعني لا حسين الشحات عايز يضيع ولا امام عاشور عايز يضيع ولا كهربا بيبقوا عايزين يجيبوا جوان، لان انت عارف تتويج اللاعب او تتويج مجهوده احلى حاجه للاعب اللحظه اللي هو بيحط فيها الكره في الشبكه. ايوه. بس هي محتاجه شويه تركيز شويه، انا وجهه نظري محتاجه تركيز ومحتاجه شغل. يعني اصل هي مالهاش غير حل كده، لان كهربا راجل، طب ما هو الكره اللي عاملها له امام عاشور عاملها جامده جدا ولاعبها راحت. هو امام عاملها الكهربا ولا شايط في الجون؟ لا امام لعبها في الجون، هو الجون الاول بتاع كهربا طبعا لعبها في الجون، لففها في الجون جامد، وكهربا يعني كمل، طبعا عمل لها تاتش خفيف لان هي جايه على دماغه فراح عامل لها تاتش خفيف كده وغير اتجاهها. بالظبط. طبعا دي مهاره برضو خلي بالك. طبعا طبعا لو حد ما عندوش السنس او الحاجه، خلي بالك كان لو كهربا ما لمسهاش يا كابتن يوسف كان الجون ممكن يمسكها، الجون كان ممكن يشيلها. بس امام احلى حاجه انه عملها قويه، كره قويه جدا في اتجاه المرمى. ايوه. المهم يعني فاللي انا عايز اقوله ان حته الفرص الضايعه يعني انا ما اقلقش قوي منها بقدر ما اقلق لو انا ما بروحش. ايوه. ما بضيعش. ايوه. يعني في مباريات الاهلي مثلا في الشوط كله بيضيع له كره واحده ممكن ما يضيعش. دي اللي تقلق، معناها ان مفيش تحرك، معناها ان مفيش شغل، معناها ان انت ما بتوصلش حته بناء الهجمات ما بتتعملش عشان تبني وتنهي في الثلث الاخير. انما الاهلي طالما بيوصل الشوط الثاني قدر يستغل الفرص، كهربا جاب جون وحسين الشحات جاب جون، صلاح محسن لما نزل جاب جون يعني. طيب النتيجه كويسه وبدايه بدايه كويسه جدا وفوز 3-0. اتفرجت على ماتش شباب بلوزداد ويانج افريكانز يا كابتن؟ اتفرجت امبارح. ايه رايك في فريق شباب بلوزداد يعني كسب 3-0؟ لا فريق كويس، فريق برضو كويس. كانوا برضو يعني عايز اقول لك كانوا قافلين عليه. شباب بلوزداد يعني كون ان هو بيلعب على ملعبه اول مباراه ويكسب 3 برضو دي رساله قويه. أيوة. شباب بلوزداد مجموعه من يعني عايز اقول لك مجموعه لعيبه صغيره مش كبار، انما ادائهم سريع، عندهم يعني عندهم اكتر من لاعب بصراحه مميزين، وفي نفس الوقت كمان تشعر ان هم عايزين يعني عايزين يعملوا حاجه في البطوله. يعني لان طبعا انت عارف المجموعه الاهلي ويانج افريكانز وشباب بلوزداد وميديام، لما تيجي تبص على المجموعه كده تلاقي يعني تقريبا الاهلي اقرب ناس وشباب بلوزداد. شباب بلوزداد صح، بس هم عندهم اكتر من لاعب يعني مميزين عندهم. بصروف اللي هو الجنب اليمين ده لعيب كويس جدا. ايوه. وعندهم الواد مديان برضو اللي ناحيه الشمال ده ولد لعيب مميز وسنه صغير، سنه مش كبير يعني. انت بتتكلم في لعيبه اعمارها او معدلات اعمارها مش كبيره، واعتقد ان هم هيبقوا متواجدين الفتره الجايه دي على الساحه الافريقيه بشكل قوي جدا. عندهم برضو حارس كويس جدا اللي هو جونديوس ده برضو. لا يعني عاملين فرقه كويسه ومعاهم طبعا باكيتا مش مدرب البرازيلي اللي كان ماسك البرازيل، اشتغل في مصر قبل كده ومسك الزمالك. مسك، انا ما بقول لك مسك يعني واشتغل افريقيا قبل كده فعنده خبرات افريقيه، واعتقد ان هو ممكن يعمل معاهم شغل كويس يعني. طيب عايز اسالك سؤال اخير على الاهلي يا كابتن يوسف، وبرضه كنت لسه بتكلم بقول ان الاهلي ما عندوش على الدكه مهاجم ينزل قوي في سيبك من ماتشات مدياما، انا بتكلم لما الاهلي بيلعب ليفل عالي مثلا يلعب كاس عالم انديه، يلعب دور 8 في دوري الابطال، بيلعب السوبر الافريقي، مفيش الفرود يعني حتى بيرسي تاو وصلاح محسن لعيبه كويسه بس اجنحه وبيلعبوا تحت الفرود، موديست مش عامل الاضافه.
انت قصدك مهاجم تسعه يعني، مهاجم تسعه، مهاجم صندوق اللي هو عنده كهربا وعنده صلاح محسن النهارده وفق يعني، بتكلم النهارده التوفيق معاه، جات له واحده حطها ايوه اللي بدماغه دي، تعتبر هتدي له ثقه يعني، بس هو ما عندوش حد غير الاثنين دول بس. مودست رايك في ايه؟ لا بص مودست خلاص يا كابتن، ما تقولش انت سكت شويه كده بتفكر بتفكر. لا لا اصل دي كوره، خلي بالك بص ما يعمل، هو انتوا او انا هقول لك على حاجه بامانه يعني، ايوه فارق جدا الاهلي ممكن يعمل تعاقد، هو مش طول عمر النادي الاهلي بيعمل تعاقدات وبتنجح؟ ايوه بتنجح واوقات ما بتنجحش. طب ما هو جاب مروان عطيه ونجح معاه. ايوه لا مش قصدي، والله انا مش قصدي حاجه على الاهلي، انا عارف الاهلي بيجيب لعيب، بس هو يعني حتى انت عارف الاهلي بصراحه عامل علامه استفهام ليه يا كريم. الراجل في اوروبا في البوز ليجا عامل ريكوردز كويسه جدا. ايوه هو ممكن يكون مش قادر ينسجم، مش قادر يتأقلم، بس الكلام ده كان من بدري شويه، من سنه ونص سنتين يعني. مظبوط. وفي نفس الوقت كمان اللي انا عايز اقوله انه ممكن هو برضو نتيجه عدم جاهزيته، خلي بالك اللعيب لما مبقاش جاهز وبالباور بتاعه وبسرعته بالرشاقه بتاعته بيظهر بشكل وحش، تبدا تفقد الثقه انت في نفسك، في حاجات انت بتعملها مش عارف تعملها ليه؟ لان انت ما انتش فت، فبتعمل هزه شويه، فالنقطة دي ممكن، ولو ان انا سمعت ان هو اتصاب مش عارف. هو انا لسه هقول لك اهو، يعني هم حتى عملوا له برنامج تدريبي بدني خلال فترة التوقف، عشان فترة التوقف تخلص يبقى جهز شوية يعني مع اللعيبة، اتعور جاله شد في العضلة الضامة ما استحملش. فشكله برضه يعني جسمه مش يعني في ضغط عليه، فمش او جسمه او كبر شوية. الراجل برضه ريح فترة كبيرة بعد بروسيا دورتموند، ما جالوش عروض، فبيقول لك قعد في البيت فترة يعني. أكبر الأندية العالمية أوقات بتعمل تعاقدات وأوقات بتعمل استقطابات وترانسفيرز وممكن تنجح في ثلاثة أربعة وما تنجحش في واحد. هو يعني زي ما بنقول كده يعني إيه، يعني ممكن يكون واخده على الوضع اللي كان بيشتغل بيه قبل كده. إحنا كلنا حتى لما اتفرجنا على الفيديو قلنا ده صفقة عالمية يعني. بس أنا عايز أقول حاجة، هو ممكن يجهز، خلي بالك هو مودست قاعد لنهايه الموسم، فهو ممكن يجهز ويجهزه تاني ويشتغل. وخلي بالك هي الموضوع، الموضوع يعني خلينا نفتكر او نشوف المهاجمين عموما، الفرق جون. المهاجم بيجيب جون، بيتحول، بيجي له ثقه في نفسه، جون في ماتش اللي بعدها، جون في ماتش اللي بعده، فتحت الاراء كلها اتغيرت وكله هيهلل اللي هو بس في حاجات يعني باينه كده، ان هو تقيل في الحركه، جسمه مفيش رشاقه ومرونه، سرعته بطيء يعني، حتى لو جاب جون، ما هو جاب جون في الجونه، بس الكلام ما اتغيرش. انت عارف انت بتتفرج على اتفضل يا كابتن. هو نوعيته مش كهربا يعني، انا عارف هيديك الاحساس بتاع الكهربا بتاع ده متحركين وبيطلع بره. لا ده ستايل مختلف. لا هو مهاجم بوكس، هو راجل جوه البوكس تجيله يخلص، عشان يخلص لازم يبقى جاهز بدنيا، الرشاقه بتاعته، المرونه بتاعته، سرعه البديهه، سرعه الاداء، سرعه التفكير، الجاهزيه، وزنه، الحاجات دي كلها بتفرق مع الفيرود، لان هو يا دوبك بيخطف المهاجم، قصدي بيخطف المدافع في نص خطوه وبيخلص بالظبط. فلو انت مش فت يعني، في كوره في ماتش الجونه عداها كويس جدا من المدافع ولسه هيحط سن الجزمه فيها، راح المدافع جاي متزحلق مطلعها، فاهم قصدي؟ فاللي انا بقوله ايه؟ ان الكره دي يعني في حاجات فنيه صغيره ممكن احنا نبص عليها كمدربين، الكره دي لو هو بدنيا فت يجيبها يقوم على طول حاططها قبل ما المدافع يتزحلق يطلعها، الحركه تبقى اسرع. بالظبط طبعا الحركه تبقى اسرع، فاهم قصدي؟ بالظبط. كولر جابه، وكولر عليه انه يجهزه ويستفيد بيه، لان هو اللي طلبه. بالظبط هو اللي طلبه. بالظبط. ان شاء الله بالتوفيق ومبروك الاهلي النهارده. كابتن يوسف بشكرك شكرا جزيلا. كابتن محمد يوسف وحشني والله، وسعيد ان انا كنت معاك حبيبي يا كابتن يوسف، والله منورنا دايما. بقى ربنا يخليك. الله يخليك كابتن محمد يوسف، من المدربين الكبار طبعا، واللعيبه كانت جامده جدا. كابتن محمد يوسف كان لعيب جامد جدا، ظهير ايسر ومساك، ومنتخب مصر والاهلي وبطولات واحتراف في تركيا، يعني كان من النجوم الكبيره جدا في الكره المصريه كابتن محمد يوسف.